بسم الله الرحمن الرحيم. المرة دي نتكلم عن TFTP. TFTP ده سيرفر بعمل عليه باك اب للاوبريتنج سيستم بتاع الراوتر والسويتش، كمان الكونفيجريشن فايل عشان لو احتاجته بعد كده، او الكونفيجريشن فايل ضاع او الاوبريتنج سيستم حصل فيه مشكلة، فاقدر اعمل له ريكفر من على TFTP. TFTP ده برنامج صغير، انت بتعمل له داونلود من الانترنت على الجهاز بتاعك وبتسطبه، تمام، وتقدر تشيل ايه بقى، بيعمل فولدر على جهازك. في الباكت تريسر مقدم له سيميليشن هنا، ان انا ممكن في السيرفر العادي كده كونفيجريشن اقدر اشغله ايه تي اف تي بي. التي اف تي بي هو هنا عامل لي ايه، عامل لي مجموعه موديلات كتيره، يعني الموديلات اللي في الباكت تريسر اصلا. كل الملفات دي ملفات اوبريتنج سيستم دوت بن. الملف الاوبريتنج سيستم بتاع سيسكو بيكون دوت بن. هدخل انا على الراوتر بالكونسول بتاعي عادي جدا اهو، تمام، عايز اشوف الاوبريتنج سيستم بتاعي، يقول له شو فلاش، عايز اشوف الاي او اس، بقول له شو فلاش، عدد ده ملف، ده الفايل اهو، اقول له كوبي عشان لو احتجت النيم ده، ده الفايل. طيب انا عايز الفايل ده اخده باك اب على التي اف تي بي. الفايل ده هناخده باك اب على التي اف تي بي. شايف الفايل ده اسمه ايه؟ سي 2900. تعالى كده نبص على التي اف تي بي نشوف في فايل بالاسم ده ولا لا. تي اف تي بي في سي 2900 هنا؟ لا، 2900 بس مفيش، تمام، مفيش سي 2900 بس مفيش. طيب هبتدي اروح للراوتر كده واقول له ايه، ببساطه اقول له كوبي الفلاش لتي اف تي بي بس كده وانتر. فبيقول لي السورس فايل نيم، الفايل نيم اللي انت هتاخده من على الفلاش، انت عندك ثلاث فايلات اهو، فتروح تقول له ايه، تقول له الفايل نيم اهو اللي انت واخده كوبي لسه من شويه، اللي هو الفايل ده كده، تحدده تاخد كوبي وتنزل بيه هنا بيست، سورس فايل نيم اهو انتر، الادرس اور نيم اوف ريموت هوست، التي اف تي بي الاي بي بتاعه كام؟ 192.168.1.10 انتر. ديستنيشن فايل نيم هتنزله بنفس الاسم ده؟ لا، انا هنزله بالاسم اي بي سي. بتاع تي اف تي بي ده ممكن تنزله على اصلا على المكنه بتاعتك من جوجل على طول، بس له سيسكو تي اف تي بي ينزل وتكونكت على الراوتر الفيزيكال اللي موجود عندك. في الاف تي بي ده انجن، تي اف تي بي ده بيستخدم لوكالي جوه الشبكه جوه اللان، تمام، لكن الاف تي بي ده اوفر وان، هيبقى ايه اسمه، اي بي سي انتر بي رايتنج سي 2900 كده خلاص كومبليتد. لا خلاص احنا كده تمام. تعالى نرجع بقى نشوف التي اف تي بي عليه ملف اسمه اي بي سي ولا لا. بقى عليه ملف اسمه اي بي سي. يعني انا كده ممكن اروح على الراوتر واقول له ديليت الفلاش. بس تعالى الاول نقول له كوبي المره دي ونخليه بنفس اسمه، بكوبي فلاش للتي اف تي بي، سورس فايل نيم انا واخده كوبي هعمل له بيست انتر، الادرس بتاع التي اف تي بي 1.10، ديستنيشن فايل نيم هتخليه بنفس اسمه، ماشي. تعالى نشيل الاي او اس كده من على الفلاش، ديليت فلاش انتر، انهي فايل نيم؟ انت المفروض انت تعمل له شو بقى، تقول له ديليت الفايل ده، فايل نيم ده، انت متاكد؟ متاكد. تعالى كده اقول له شو فلاش، فين بقى في تو فايلز بس، واحد اثنين. طب عايز اجيب الاوبريتنج سيستم من على التي اف تي بي
فلاش تاني، يبقى كوبي تي اف تي بي لمين؟ للفلاش. الاي بي بتاع التي اف تي بي 192.168.10. سورس فايل نيم اي بي سي. طب والديستنيشن فايل نيم يبقى اي بي سي برضه؟ اديله بقى الاسم بتاعنا اهو، شو فلاش. خلاص بقى كده ايه؟ بقى كده موجود. شو فلاش بقى كده موجود. مفهوم الكلام ده؟ طب تعالى نقول له كوبي الستارت اب كونفجريشن للتي اف تي بي. الراوتر لسه جديد، معملوش ستارت اب كونفجريشن اصلا. طب تعالى الاول نقول له كوبي ران ستارت. انت عشان تتاكد اهو قول له شو ستارت اب كونفجريشن، فهيقول لك ستارت اب كونفج از نوت بريزنت. يبقى الاول هنقول له كوبي ران ستارت، كوبي رانينج كونفجريشن ل في ايه؟ كوبي ران ستارت. خلاص كده هتبتدي تقول له كوبي ايه الستارت اب كونفجريشن، هتوديها ليه؟ التي اف تي بي. بيسالك على الهوست بتاع التي اف تي بي، تدي له الاي بي. ده يبقى انها علامه فعل. الديستنيشن فايل نيم هيبقى ايه؟ هسميه كده مثلا، عايزه انت سميه بنفس اسمه. تعال نشوف التي اف تي بي. تي اف تي بي تعال شوف بقى الفايل كده اهو، اسمه ايه؟ راوتر كونفيج. يبقى انا ممكن تروح هنا كده وتقول له ديليت مين؟ ستارت ستارت اب كونفجريشن، تأكد كونفيرم تمام خلاص. لا ده ايرور ديليتنج، ديليت الستارت ديليت الستارت اب كونفجريشن. ديليت فايل نيم، هو كان اسمه ايه؟ اسمه ستارت اب داش كونفج. متأكد؟ اقول له متأكد مش نفس الاسم، بسيطة ايه؟ ستارت اب كونفج، ناخدها كوبي ايه؟ بعد كده تبقى ديليت الستارت اب كونفج فايل نيم كونفيرم. نوت شوت فايل او دايركتوري نيم مش موجود اصلا، هو خلاص اتحذف يا شباب. كوبي تي اف تي بي للستارت اب كونفجريشن، التي اف تي بي اي بي 1.10. الفايل نيم اسمه ايه؟ على هنا راوتر داش كونفج، اسمه راوتر داش كونفج. ديستنيشن فايل نيم ستارت اب كونفجريشن، بس هو مش عايز يتوصل اصلا، شكله حصل مشكله لما شلنا الكيبل يعني. تمام خلاص، يعني هذه فكرتها زي ما خدناها. خلاص مفهوم الكلام ده؟